صباح الخير، صباح الأمل، صباح البطولات، صباح السعادة من برنامج بطل الحكاية. قبل ما أدخل في تفاصيل برنامجي اسمحولي أرحب بسماحة حسام اللي هتشاركني تقديم البرنامج. صباح الخير يا سحر. صباح الخير، يسعد صباحك يا سحر. صباح الخير على كل مشاهدين برنامجنا بطل الحكاية. برنامجنا هيتكلم عن الأبطال في كل المجالات، اللي مش معروفين والمعروفين. علشان كده هيكون معانا النهاردة ضيوف مهمين جدا، أبطال بحق وحقيقي، اتحدوا الصعاب، اتحدوا الادمان، اتحدوا كمان كل حاجه ممكن تتخيلوها. عشان كده اوعوا تروحوا في حته وهتكملوا معانا البرنامج. فعلا يا سحر، برنامجنا هيدور عن الابطال، الابطال في كل مجال، رجاله وقت الجد بيتحدوا الصعاب عشان يثبتوا انهم قدها وقدود. مصر فيها كتير، عشان كده هنطلع فاصل وهنرجع لكم بضيوف حلقتنا الابطال بجد. استنونا وما تروحوش في اي حته تانية، راجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع أبطال حلقتنا. أستاذة ميرفت سفيرة الخير طبعا، رئيس مجلس إدارة جمعية خير أمة، زي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا سحر، عامل ايه؟ طبعا معانا أحمد سالم بطل حلقتنا النهاردة. أهلا بك يا فندم، منورنا طبعا. ده نورك والله. الكابتن سامح كمال، ازي حضرتك يا فندم؟ نورتونا. نورتونا، نورت البرنامج معانا. طبعا احنا النهاردة هنحكي حكاية بطل حتى الإعاقة والإدمان وعامل حاجات كتير جدا. خلينا نعرف النهارده حكايه بطلنا. قول لي بقى يا احمد، البدايه بتاعت الحادثه بتاعتك كانت ازاي؟ بدايه الحادثه معايا يعني الاول كان عندي 13 سنه، فكنت بشتغل وبساعد والدي عشان يعني الظروف كانت صعبه شويه معانا، وانا بشتغل وكده يعني النصيب اللي في بدايه الشغل كان في قطر معانا والحفار وكده ونفضي بدعم القطر. فاللي حصل كله ان انا وانا شغال يعني القطر ايه عدى على دراعي. بعد كده ما فوتش لنفسي اللي انا في المستشفى ووالدي ووالدتي واقفين حواليا واصحابي واهلي حتيتي وعيال عم وكلهم واقفين حواليا، مفيش حد سابني فيهم خالص. كان ايه تاثير الحادثه عليك؟ تاثير الحادثه في الاول عليا كشاب كان عنده 13 سنه، يعني ما خلاص انا كنت فقدت الامل في كل حاجه وما كنتش عارف بقى هنعمل ايه تاني. يعني كشاب انا بس طبعا لكل زمايلي، ازاي يعني انا لوحدي؟ طب مش معنى انا مش كده. كان طبعا الشيطان بقى يسيطر عليا شويه، فما كنتش عارف بقى اعمل ايه تاني. طب قول لي يا احمد، في الوقت ده الشيطان عمل معاك ايه؟ طبعا في الساعه ديت يعني بعدها بسنه كده ولا سنتين، يعني طبعا اتجهت بقى للطريق اللي انا ايه يعني عشان عاوز انسى. طبعا ديت حاجه ما فيش حد طبعا في الدنيا بحالها هينسى اي حاجه فيه. فاتجهت بقى مع يعني صحبه وحشه وكده، بدات بقى ايه اشرب حاجات مكيفات واشرب حاجات من ديت. لقيت في مره واحده طبعا ابن عمي جه طلعني من اللي انا فيه ماشي. فبعد ما طلعني من اللي انا فيه طبعا والبركه في الكابتن سامح برضو ماشي، يعني خدني معاه في الجيم وطلعني من اللي انا فيه وكله، واتحديت طبعا الاعاقه بتاعتي وتنيت في اصرار وعزيمه يعني. وبعد كده حصلت على دبلوم ورحت اشتغلت في شركه مواد غذائيه. تمام. في مهندسين كانت بتشجعني كتير هناك، يعني ما فيش ولا مهندس سابني، كلهم بيشجعوني، بخصوصا المهندس بتاعي ورئيس القسم بتاعي المهندس احمد شاهين، ده شجعني كتير قوي وفضله وبشكره على طول. طبعا يا احمد ما فيش حد ابدا بيعرف يعدي اي ظروف لوحده، لا لازم مفيش. يكون فيه ناس في حياتنا ليها دور طبعا بتاخد بايدينا عشان نعدي المرحله دي. ايوه طبعا. تعالى نشوف ايه دور الجمعيات الخيريه. ازيك يا استاذه ميرفت؟ منورانا، عامله ايه؟ انت الحمد لله يا حبيبتي. في حاله زي حاله احمد كده، تمام؟ شفتي طبعا الصحبه السيئه وصلته لفين، وطبعا حالته اللي كان هو فيها. تمام. في الوضع ده احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل حملات توعيه، وممكن بطل زي بطلنا احمد يبقى هو اللي ماسك الحمله دي ويبدا يكلم الشباب، انا هوت قدامكم عملت كذا ووصلت لكذا. دي حاجه. وعشان طبعا التجمعات وكورونا دلوقتي، احنا ممكن نعمل حملات على الفيسبوك او ممكن نعمل قناه على اليوتيوب ويبقى بطلنا احمد برضو هو يعني يكلم الشباب فيها. تمام. دي حاجه اوليه. الحاجه الثانيه بقى ان احنا بنناشد الناس كلها ان احمد نركب له طرف صناعي ويعيش حياته زي اي شاب، ما يحسش باي نقص خالص. طيب كمان في دور مهم طبعا اللي هو دور الكابتن سامح. ازيك يا كابتن سامح، عامل ايه؟ طب احكي لنا بقى ما بدات مع احمد ازاي. والله احمد كان جاي لي ضايع خالص. تمام. فما كنتش عارف اشتغل معاه ازاي. تمام. طبعا الجيم عندي على قده، ضعيف جدا. طبعا قريه اعتبر فقيره برضو. تمام. فاحمد طبعا جاي لي. انتوا من المنوفيه صح كده؟ من المنوفيه. ما
مركز السادات. احسن. فطبعا احمد كان جاي لي انا مش عارف اشتغل مع واحد طبعا شخص ضعيف برضه. تمام. فطبعا احمد ايه لقيته اول ما دخل على اول جهاز عندي كده وبتاع فلقيت احمد اشتغل. تمام. بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا اشتغل بدراع واحد. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني مفيش حاجه هتوقف. ربنا يحفظك يا احمد. انت بطل احمد. احمد بسم الله ما شاء الله عليه يعني اصراره وعزيمته حاجه حلوه قوي فيه. ما شاء الله. احلى حاجه فيه اصراره وعزيمته. انا بسم الله ما شاء الله عليه ده اكتر حاجه مشجعاني ان انا نقف جنبه اكتر. تمام. واتمنى ان احمد ده يكون بطل عالم مش بطل جمهوريه. ان شاء الله باذن الله. مش كل ده باذن الله. مش عايز الكلام بدعم الناس اللي بتحبه طبعا وبربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هتبقى تمام يعني. طب قول لي هنطلع. معلش عفوا يا سماح هنطلع بس تقرير وهنرجع تاني. طيب. هنطلع تقرير هنشوف فيه دور الجمعيات الخيريه في تقرير كده عن جمعيه خير امه وهنرجع لكم تاني. استاذه ميرفت قولي لنا زي ما شفنا الجمعيات الخيريه قدمت كتير بس ايه اللي ممكن تقدمه تاني لشباب بلدنا تشجعهم وتطورهم وتخليهم يتحفزوا اكتر؟ محتاجين نعمل مشاريع تشغل الشباب يعني وتنجدهم بقى من البطاله اللي هم فيها دي بس محتاجين دعم طبعا. والخمسة جنيه هتفرق. مش هنقول العشرة والعشرين والخمسين. لا الخمسة مني ومنك ومن غيرنا هتجمع وهتفرق معانا. نعمل مشروع صغير للشباب يشتغلوا فيه ان شاء الله. وبرضو دورات التوعية. دي اهم حاجة. دورات التوعية اهم حاجة. دورات التوعية يعني انا اللي سمعته من احمد ان احمد ادمن مخدرات. يعني لولا ارادة ربنا سبحانه وتعالى انه يرجع في الطريق ويقابل ناس كويسة ما كانش كان ممكن ضاع. تمام. احنا عايزين بقى الدعم ده. التوعية اهم حاجة. التوعية. تمام. طب هتحكي لنا طبعا يا كابتن بدات اما قلت لي انت بدات مع احمد ازاي؟ احمد ليه قد ايه بيتدرب مع حضرتك؟ احمد على فكره ما كملش الثلاث شهور بيتمرن لعلمك. طب هو احمد بيتدرب سباحه؟ ايوه بلعب سباحه. وكمال اجسام. بلعب كمال اجسام. هو احنا معانا تقرير بس من غير صوت بس احنا برضو نفسنا نوري المشاهد احمد برغم اللي هو فيه ده ازاي بيتدرب. فلو سمحوا في الاعداد يعني ورونا التقرير. زميلنا في الاعداد بس يورينا التقرير. احمد تمام. طيب على بال ما التقرير يجهز بقى عايزه اعرف هل تعرضت لنوع من انواع التنمر؟ كتير قوي يعني. طب كنت بتواجه ده ازاي؟ كنت بواجه ده باصرار وعزيمه اللي انا يعني ان ده مش هيوقفني ان ده مثلا ده سبب ان هو يحفزني ويخليني ماشي في المشوار اللي انا عايز اوصل له وبالذات الحلم اللي انا بحلم بيه سواء كانت السباحة أو كمال الأجسام. بس ده طبعا بعد ايه ما بطلت كل حاجة وعرفت طريق كويس. تمام. وبعد كده خلاص هو ده طريق وإن شاء الله حلمي وحوصله. طب ايه أكتر حاجة كانت صعبة بالنسبة لك بتواجهك في طريقك؟ أكتر حاجة كانت صعبة بالنسبة لي يعني اللي أنا خلاص قررت اللي أنا أتعلم. أول حاجة ديت كانت أكتر حاجة فعلا صعبة بالنسبة لي اللي انا اتعلمت الكتابة بالشمال تاني وتنديد مصر اللي انا اتعلم الكتابة بالشمال ما كنت بكتب باليمين الاول بس لا انا هتعلم وهكمل في تعليمي واحصل على اللي انا ربنا يريدهولي فتعلمت الكتابة بالشمال وكتبت فعلا بالشمال تاني والحمد لله يعني ربنا قدرني اللي انا احصل على دبلوم والحمد لله يعني اتعلم. احمد شغال كمان. أيوة شغال في شركة مواد غذائية. طب يا كابتن هتقول لنا بدات مع احمد بيتدرب كام ساعه في اليوم بيتدرب ازاي طاقته احكي لنا شويه. احمد برده محتاج برده مصاريف برده شويه لان طبيعه الجيم عندنا لازم برده مكملات وحاجات زي كده برده ياما. تمام. بس احنا طبعا احنا كشباب احنا بنبدا طبعا بنبني ناس. تمام. فاحنا ما عندناش يعني الحاجه الكافيه ان احنا مثلا ايه نعرف نعمل ندي احمد مثلا. احمد محتاج 5 وجبات في اليوم محتاج مكمل محتاج حاجات ياما. تمام. انا برضو مش قادر انه ايه نديله الحاجات الكافيه ان انا ايه نبقى معاه عشان الامكانيات الامكانيات عندي انا ذات نفسي ضعيفه. انا كابتن الجيم بتاعي انا مش هنقول لك ان هو مثلا جيم مستوى عالي لا ده احنا حضرتك احنا في قريه. تمام. فانا عايز مثلا جيم مثلا حتى ان ايه ان حد زي احمد عرف يجي مثلا غيره لازم يكون عندي انا امكانيات. صح عندك حق. طب قول لي ايه اللي شفته مميز في احمد؟ احمد بسم الله ما شاء الله عليه جسمه كله مميز. يعني جسمه كله انا ما فيش عضله عنده اكبر من عضله. ما فيش كلام. بص حضرتك لو بصيت على جسم احمد هتلاقي كله عضلاته متناسقه. تمام. ليه؟ لان انا اشتغلت مع احمد ما بنسيبوش.
طب ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ هو الصعوبات بس كان دراعه ولا كان صعب بس بالنسبه لي. بس انا الحمد لله يعني عرفت ان انا اشغل الدراع ده، الدراع اللي هو العاجز ده. طب هنشوف الفيديو كده عشان نعلق عليه كده، الفيديو اللي بيتدرب فيه احمد فضل. ومدى قدره احمد اهو شايفينه على الشاشه طبعا. بيتدرب اهو معانا بدراع واحد ما شاء الله عايش. لو بصيت عليك بسم الله ما شاء الله هتلاقي شايل وزن كمان. ان شاء الله. بيتشيل لحد قد ايه بقى؟ هو كان الحمد لله في الاول ما كنت بلعب في اول لعب بتاعي بلعب ب 5 كيلو 10 لحد ما وصلت اللي انا العب ب 45 50 ما ده مش في دراعي السليم طبعا، ده في دراعي اللي مبتور. ففي السليم ممكن مثلا اشيل 70 80 ومع العزيمه ان شاء الله والاراده هقدر اشيل اكتر من كده. طب بالنسبه للسباحه بتتدرب مع مين؟ السباحه ديت انا بروح نوادي بتدرب مع لوحدي، مفيش حد دربني ولا حد علمني في السباحه. قبل ما تحصل معاك الحادثه بقى كنت بتتدرب؟ قبل ما تحصل معايا الحادثه وكده احنا طبعا بقى بتدرب وبلعب كل حاجه. تمام. قولي لنا بقى في حاله احمد ايه اللي نقدر نقدمه؟ اللي نقدر نقدمه احمد بطل والله، احنا بنتعلم منه. ربنا يحفظه. والله فعلا الله عليه. ربنا يحفظه. اللي نقدر نقدمه لاحمد ان شاء الله في الوقت الحالي طرف صناعي. تكلفته تقريبا من 15 ل 17000 وهنبدا نشتغل على الحاله وان شاء الله نطلع في حلقه ثانيه بالطرف الصناعي مع احمد. ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. باذن الله. احكي لنا يا احمد بقى نفسك في ايه؟ انا نفسي اخد بطوله الجمهوريه سواء كانت في السباحه او مثلا في كمال الاجسام، وان شاء الله يعني باذن الله هناخد بطولات كتير ان شاء الله يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كله طبعا انتوا مش قرايب، صحاب بس صح؟ تعرفت على احمد ازاي؟ احمد يعني ابن عمه كان صاحبه جدا، فهو اللي جابه لي يعني. قال لي احمد ضايع خالص فلازم تشتغل معاه. انا قعدت مع احمد يعني بسم الله ما شاء الله يعني ايه حب، لما حبيت الشخص خلاص انت هتعرف تشتغل معاه باي وسيله من الوسائل. تمام. هتشتغل معاه في اي حاجه. قول لي ايه رساله توجهها للشباب اللي بتمر بنفس ظروف او ظروف مشابهه لظروفك؟ يعني ما تخليش ان مثلا حاجه زي ديت توقفك. عدي كل حدودك وكل حاجه وقرب من ربنا اهم حاجه، وانت ان شاء الله هتعدي كل حاجه. طب معانا مداخله من المنوفيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليكي. يسعد صباحك يا فندم. ازي حضرتك؟ معايا مدام سفر. اه يا فندم اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا صاحبه مدام ميرفت. اهلا وسهلا نورتينا. ممكن اكلمها؟ اه اتفضلي. ايه معاكي؟ ازيك يا جميله اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ نورك يا ياسمين يا حبيبتي تسلمين. دكتوره ياسمين من مؤسسين الجمعيه معانا. اهلا وسهلا. رؤى جميله احنا بنقول لها رؤى. حضرتك معاهم في الجمعيه صح كده؟ اه. طب حابه تتكلمي معانا في ايه؟ حابه اقول ان هي مش مجرد بس جمعيه، هي بجد لمتنا واحنا يعني كفايه لمتها وسطنا يعني. وهي كانت مع كل الناس مسفره وقتها حتى لصحابها يعني مش للجمعيه بس لاي خير، مش موضوع مادي بس. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتها يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. اتفضلي. تمام. لان هي وقتها كنا مسفره بينا والجمعيه دايما لكل خير يعني. حبيبتي ياسمين انت احسن مني والله، ربنا يسلمك. تسلمي يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا على مداخلتك. نرجع لاحمد. قول لي يا احمد بقى انت طبعا ايه قدرت ازاي تخلص نفسك من فكره الادمان بقى؟ تمام انا عرفت ان انت كنت بقى اتجهت الاتجاه ده طبعا. موضوع ان حد يبدا اصلا صعب يرجع. رجعت ازاي؟ بالنسبه لنا فقعدت في البيت. تمام. ما رحتش مصحه؟ لا ما روحتش مصحات ولا حاجه، بقيت اروح الشغل بتاعي عادي وكل حاجه، بس ايه متجنب بقى اي حد بيدخن، متجنب كل الناس بحالها، فمش عايز اتكلم مع حد ولا عايز اي حاجه من حد. لان في مثلا اللي بقى مدمن وكده عشان يتوب والحاجات ديت لازم لو حد يتكلم معاه بينخنق بسرعه. فانا كان كل شغلي اللي انا مش عايز اقرب من حد ولا عايز اتكلم مع حد، عايز افضل لوحدي لحد ما الحمد لله يعني دلوقتي بقيت اتكلم مع الناس عادي واهزر واضحك مع كل الناس. وبطلت الادمان بكل طريقه وخلاص عادي يعني. تمام. مين بقى اللي كان واقف معاك وسندك ودعمك في الفتره دي؟ اللي كان واقف معايا كان اول واحد يعني كان عيال عمي الاثنين والكابتن سامح برضو، فهم دول كانوا واقفين معايا. اتنين بس؟
ايوه عيال عمي تمام، وعيال عمي الاثنين تمام، والكابتن سامح واللي يعني في اهلك طبعا. ايوه في المقدمه طبعا كان والدي ووالدتي، دولت كانوا اكتر ناس مبسوطين ان الكابتن واقف معايا وعيال عمي واقفين معايا. وكانت اكتر واحده تعبت معايا والله هي والدتي طبعا اكيد. هي بصي تعبت معايا في كل حاجه، يعني ما لها فضل عندي كبير قوي، ونفسي ارد لها بس حتى من الفضل ده لو اي حاجه صغيره. وانت بالفعل رديته، ان وجودك معانا النهارده ان انت بطل وقدرت تقاوم كل التحديات دي، انت بالفعل هي اكيد فخوره بيك اكيد طبعا. واحنا كمان سامح، هل انت عامل على الصحبه القديمه بتاعت احمد كنترول عشان ما يرجعوش تاني ليه؟ طبعا طبعا. بتعمل ده ازاي؟ احمد يعني انا كل على طول باستمرار مكالمات على احمد على طول. طبعا لما احمد يحب انسان ويحترمه زياده طبعا كده كده لازم ايه بيخاف على زعله تمام. فاحمد يعني ايه على طول بيكلمني. طبعا هو حب الشخص ده خلاص تمام، فهو على طول ايه لما بيكلمني انا بنتابع معاه، انت ما رحتش للجيم النهارده؟ طب مثلا روح اقعد مكان شويه، بنحببه في المكان ان هو بحس ان ايه طيب ما يحاولش ان هو يروح. قول لي بقى لما احمد مثلا بيتعرض مثلا الكلام الناس طبعا احنا عارفين تمام، تمام. او تنمر تمام. او كده، ده بيأثر على التدريبات بتاعته؟ لا ما بيأثرش على اي حاجه يعني. احمد يعني حالته النفسيه بيبقى عنده ثبات انفعالي. بص هو بسم الله ما شاء الله انا بنحاول ان انا اشتغل معاه دكتور نفساني ودكتور بص كل حاجه احمد بنشتغل معاه بكل الطرق بحيث ان هو ما ايه ما اي اساءه او اي حاجه من طبعا احمد من النوع اللي هو بيحط الافكار دي في دماغه تمام، ما بحاولش ان هو مثلا يتكلم مع ده ويتكلم مع ده تمام، فبيجي يتكلم معايا يعني انا بنشوف احمد كده بنفهم هو عايز ايه تمام. هنرجع للاستاذه ميرفت، قولي لنا بقى احنا طبعا عارفين ان احنا دلوقتي في الكورونا والدنيا طبعا مقفله وصعب ان احنا نعمل ندوات، طب ايه الفكره اللي ممكن تقدميها نعمل من خلالها نوصل الرساله من خلالها؟ نعمل قناه للتوعيه على اليوتيوب واحمد يبقى بطلنا طبعا والشباب معانا في الجمعيه ان شاء الله تمام. وندعم الفكره والكابتن طبعا لازم ينورنا. طب عايزين ايه اكتر من كده؟ الاستاذه ميرفت يعني بتقدم دعوه يعني ربنا يبارك فيك والله. انا فخوره، انا فخوره بيك وباحمد بالاخص. ربنا يحفظك يا احمد. هو بقى ده نفسي فخور، هو بقى ده دور المؤسسات الخيريه. انا نفسي بامانه فخور ان انا عرفت نوصل شخص زي احمد بالطريقه دي، واحنا فخورين والله ان انتم معانا فعلا بجد. وهو ده دور المؤسسات الخيريه انها دايما بتدعم اي حد محتاج، اي حد عنده نفس الحاله بتاعت احمد او حالات تانية او حالات اخرى. يعني فعلا الاستاذه ميرفت ليها مجهود جبار في المنوفيه، عشان كده احنا اخترناها انها هي تكون ضيفه معاكم النهارده. اهلا وسهلا. طيب احمد بقى قول لي بقى، انت كنت تتوقع ان انت توصل للمرحله دي؟ لا انا الصراحه ما كنتش متوقع ان انا اوصل لكده. فهو يعني بفضل ربنا وتشجيع المهندسين ليا والكابتن وعيال عمي والناس اللي عندنا في القريه تمام، شجعوني كتير لما لوني ان انا خدت طريق في الحاجه ديت في الخير وكده، كلهم كانوا بيشجعوني وبالاخص يعني عندنا في الشركه وبيكرموني وبيشجعوني كتير قوي، ويعني واقفين معايا بكل جهدهم معايا. هو انت تستاهل والله. استاذه ميرفت قولي لي، هل قابلت حضرتك حالات مشابهه لحالات احمد قبل كده؟ كتير، بس كانت بتر قدم. احمد اول حاله معايا بتر يد، وان شاء إيه الله. ايه اللي قدمتوه للحالات دي؟ بقول ايه للحالات دي؟ ايه اللي قدمتوه للحالات دي؟ يعني الطرف الصناعي لحد ما يقف على رجليه ويبقى تمام، ويعني ممكن ينضم معانا كمان في الجمعيه. ما كانش في دعم من عندكم نفسي ان انتوا تقووه تشجعوه؟ لا بنروح وبنتكلم معاه، وانت بطل وخليك معانا وان شاء الله تمام وهتبقى زي الفل، والحمد لله ربنا بيقف معانا قبل. الحمد لله رب العالمين. طبعا احمد طبعا زي ما احنا عارفين بيشتغل في شركه تمام؟ تمام. طب بالنسبه للناس اللي كانت بتقابلك دايما في الجمعيه، ما حاولتيش ان انت دلوقتي تنمي قدراتهم تشغليهم في وظيفه معينه تجمعي لهم شغل؟ طبعا اي حد فينا مهما كان مش بيحب يحس انه عاجز. اكيد طول ما هو بيشتغل بحس ان هو بيعمل حاجه، ان هو حد ناجح، ان هو عنده هدف، غير بقى ان هو يكون قاعد. تمام. انا لو في حد من المتبرعين معايا مثلا محتاج امن، محتاج عامل، محتاج موظفه، محتاج سكرتيره، وفي حد قايل لي من الحالات ان هو محتاج الشغلانه دي، بوصلهم ببعض. الحاجه اللي نفسي اعملها في الجمعيه بقى ان احنا نعمل مشروع يشغل الشباب والبنات ولو الارامل كمان، تبقى حاجه ممتازه جدا. طب زي ايه فكره؟ مصنع مثلا تريكو، مصنع ملابس، الاجهزه بتاعه التعبئه،
اللي هو الرز والسكر والملح والحاجات دي ما بتاخدش وقت ومش مكلفه وهتشغل كتير ان شاء الله معانا ان شاء الله ربنا يقدرك. قول لي يا احمد ايه اللي بترسمه لمستقبلك في الفتره اللي جايه؟ اللي برسمه لمستقبلي ان انا ابقى بطل والناس بحالها تفتخر بيا. احنا فخورين بيك دلوقتي والله العظيم بجد كلنا. بس انا بالنسبه لي لسه قدامي حلم كبير ولازم اوصل له ان شاء الله باذن الله. لسه قدامي مستقبل كبير قوي. يا الناس إيه شايفاني كبطل. ايه الحلم اللي انت شايفه اقصى حاجه نفسك توصل لها؟ اقصى حاجه كبطل عالم يعني طموح كبير ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله باذن الله هوصل ان شاء الله باذن الله طول ما في حد واقف جنبي وحد بيشجعني ويعني ما مش هلاقي طبعا احسن منكم بتشجعوني واقفين جنبي. والله العظيم احنا فعلا فخورين بيك بما انه هو بقى بيحلم وهو طموحه عالي وحضرتك اكتر واحد تقدر تقيمه لانه هو بيتدرب تحت ايدك. طبعا طبعا. تفتكر حلم محمد احمد سهل التحقيق؟ طبعا. ايه محتاج ايه؟ محتاج بس يعني مثلا مصاريف شويه يعني مثلا نقدر مثلا انا ايه يعني احمد يعني مثلا محتاج مكمل محتاج حاجات هي عشان نقدر نعمل ايه نطلعه نجهزه للبطوله. لكن بالنسبه لقدراته البدنيه لا بسم الله ما شاء الله عليه يقدر. بسم الله ما شاء الله يقدر يقدر. انا بقول لاحمد يقدر. عاش بجد بجد عاش احمد يعني الله اكبر عليه. طب قول لي يا كابتن سامح هل اتوجهت لاي شركه تقدم رعايه لاحمد ترعاه؟ ما فيش برضو الامكانيات عندي انا ككابتن برضو يعني مش عارف نروح لحد. طيب من خلال شاشتنا دلوقتي انت ممكن توجه ايه للناس ان هي تدعمه؟ ايه اللي شايفه فيه مختلف عن كل الشباب؟ هو يعني يا ريت بس حد مثلا ايه يقف جنبه ان هو مثلا يحقق حلمه ان هو مش اكتر من كده. حتى بحيث لو في حد جاني انا تاني نقدر نعرف نشتغل معاه ونعرف نشتغل مع احمد ما نسيبش احمد ما نسيبش الناس برضو التانية. طب يا استاذه ميرفت طبعا انت شفت طموح احمد وشفت قدراته وشفت طبعا الفيديو اللي بيتدرب فيه. حلم بيه جدا والله. طب احنا عندنا حد ممكن يتبنى حاله احمد ان يوصله ان هو يرعاه لحد ما يوصل لبطوله العالم؟ هنعرضها معانا على جروب الجمعيه وان شاء الله هيوصل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وعد باذن الله رب العالمين. الكابتن بس يعرفني اسماء المكمل والحاجات اللي احمد محتاجها. تمام. وهنعرضها معانا ان شاء الله وباذن الله خير. مفيش مشكله. طيب يا كابتن ليه احنا ما عندناش اهتمام بالالعاب الفرديه؟ يعني الالعاب الفرديه طبعا في مصر معلومه جدا يعني صحيح. انا وبالذات لعبه كمال اجسام كلها تمام في مصر ما لهاش دور خالص. طب ليه؟ معنا احنا ليه ديت احنا مش عارفينها؟ يعني احنا ليه مش عارفينها؟ انا واحد من الناس برضو عايز نجهز نفسي ان انا برضو نبقى حاجه برضو تمام. انا طبعا حاجه بوجود احمد معايا طبعا ده حاجه كبيره ليا. خليكم لبعض تمام. ده حاجه كبيره ليا ان احمد يعني وصلته للمكان زي كده تمام. يعني دي حاجه ليا شرف ليا كبير جدا ان انا وصلت واحد زي احمد طلعته من حاله زي ما تقول انت بتشتغل مع انسان خلاص فقد الامل في الدنيا بحالها. طب قول لي بالرغم ان احنا شفنا ان الالعاب الفرديه حققت جوائز كتير طب ليه احنا ما بنهتمش بيها؟ هو المفروض بقى للمسؤولين ده حضرتك السؤال ده يعني انت من وجهه نظرك انت والله انا وجهه نظري انا نفسي الناس تهتم باللعبه الفرديه جدا لان اللعبه ديت بتخلي الشباب كلها فرحانه يعني كل واحد فرحان بنفسه. اللعبه دي فيها منافسه. اللعبه ديت بالذات فيها منافسه كتير يعني صحيح. كله بيحب اللعبه دي والجيل اللي طلع كله يعني مستني اللعبه دي تمام. كله بقى طبعا عايز لما اخذ التيشيرت حلو والكلام ده كله تمام. طب يا احمد ما جربتش رحت توجهت الاتحاد ال ال كمال الاجسام؟ لا ليه؟ طيب انا بالنسبه لي يعني بقول اجهز جسمي الاول. يعني أجهز انت يعني انت فكرت ايوه ولكن فكرت لسه إيه بس لا لما تاخد ايه وضعك ايوه تمام. الله عليك الله عليك. عشان ما يعني انا بالنسبه لي انا باصص لكل الناس اللي بتلعب معايا ونفس اللعبه ديت ما فيش حد ازيد مني في اي حاجه. انا زي اي حد وان شاء الله يعني احسن من اي حد طبعا. كمان وهوصل للي انا عاوزه. طب بمناسبه الموضوع اللي بيلعبوا معاك اللي بيلعبوا معاك طبعا انت لما بتلعب في نادي بيبقى في لك ناس كتير معاك حواليك بيعاملوك ازاي؟ ده والله هم كلهم بيشجعوني وكلهم بيحبوني يعني ما فيش حد هناك في الجيم يعني ايه احمد ده مثلا عنده اعاقه وكده لا انا نبعد لا ده كلهم بييجوا يقفوا معايا ويساعدوني كمان ويشيل ويعمل ويعمل حتى يعني في تمرين كلهم احمد بيتحدى اي حد في التمرين ده بالذات يعني كمان طبعا يعني اتفضل. ايه الشروط اللي هتتوفر في احمد بعديها نقدر نتوجه للاتحاد بتاع كمال الاجسام؟
شروط زي حضرتك مش فاهم. شروط في جسمه والبطن، جسمه ووزنه الطول، ان هو بيشيل وزن معين. هو في الوزن يعني في كمال اجسام بسم الله ما شاء الله عليه شغال، يعني ايه الاراده عنده كويسه بحيث ان هو ايه ممكن يشيل وزن. بس طبعا انت بتشتغل مع انسان واحده واحده. احمد في فتره قليله كان بيشيل 70 و80 كيلو على دراع واحد. تمام. طبعا لسه طبعا ايه طبعا الطرف الصناعي برضو بالنسبه لنا هيبقى حاجه برضو هيساعدني انا كشخص ان انا ندخل احمد برضو في حاجات تانية، ان انا اعرف ان ايه يستخدم ايديه الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. طب يا كابتن، هي سؤال سماح، كانت تقصد ايه المرحله اللي يوصل لها علشان يدخل الاتحاد، اتحاد كمال الاجسام؟ المرحله اللي انا محتاج برضو محتاج ان هو يعني وزن معين، عضلات معينه، هو دلوقتي في الاول اللي يأهلني لكده ان انا مثلا عاوز مكملات بحاله تكون مكملات ايه تنشيف، لان انا مثلا خلاص انا في فتره الصيف ديت هنشف كل جسمي، هنشف الجسم كل فتره بعد كده بقى اهل ايه اللي انا مثلا في الشتاء مع الاكل وكده. طبعا الشتاء الناس بحاله عارفه ان الشتاء فيهوش حرب، الشتاء كله بتاع اكل كله بياكل، فانا بقى عشان يبقى في الشتاء ناكل مع المكمل اللي هناخده تاني يبقى جسمي يتضخم والعضله تكبر. جسمي يتضخم. طب قول لي يا كابتن، البعض بيتردد وبيقول انه بيردد على طول وبيقول ان المكملات دي بتسبب امراض، هل ده صحيح؟ هي على حسب بقى المكان انت بتجيب منه. انت بتجيب من مكان مثلا مضمون او مش مكان مضمون. تمام. بس هي عامه ملهاش اضرار؟ هي اضرارها يعني مثلا في اضرارها خفيفه. زي ايه؟ يعني مثلا ممكن لو مثلا احمد قبل ما يعمل اي حاجه لازم يعمل لي تحليل. تمام. هيعمل لي تحليل مثلا على جميع جسمه. طب عفوا عفوا يا جماعه، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا وما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم تاني، وسريعا قبل ما نختم هناخد من كل واحد فيهم رساله. استاذه ميرفت، تحب توجهي ايه رساله للشباب؟ هو للشباب وللكل بصراحه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ازاي؟ يعني تجربه شخصيه ليا انا، من حوالي شهر او شهر واسبوع كنت بعمل عمليه بسيطه، يعني الدكتور قال لي تقعدي في العمليات مثلا نص ساعه ساعه الا ربع. تعبت في العمليات، جالي نقص في الاكسجين، جالي هبوط حاد في الدوره الدمويه، خرجت من العمليات على العنايه، كانت حالتي صعبه جدا، وبفضل الله عشان ربنا مستخدمني في الخير نجاني. شفاك الله يا رب يا حبيبتي، يا رب يشفي كل مريض. استاذ احمد، ايه الرساله اللي ممكن توجهها للشباب؟ انا بوجه لكل الشباب ان يعني مفيش اي واحد ان اي حاجه يتوقفه، مفيش يعني سواء بقى انت سليم عندك عجز عندك اي حاجه، بس اللي عنده عجز احنا ما عندناش عجز الحمد لله، لان دام فينا مخ بفكر وعندك اراده وعندك عزيمه وعندك طموح وعندك حلم ان شاء الله باذن الله انا هتوصله. شكرا يا استاذ احمد. طيب سريعا يا استاذ سامح، قبل ما نختم ايه الرساله اللي ممكن توجهها للشباب؟ بوجه صوتي بقى للاستاذ احمد برضو. تمام. وبقول للشباب كلها يا ريت الناس كلها تتجه للعبه الفرديه الفتره ديت. تمام. عشان كله ايه ناس تحب الموضوع بس اكتر، لان كله طبعا عشان ما حدش ايه يهمل الموضوع ده. شكرا. شكرا لله. وختاما الرساله اللي بنوجهها من بطل الحكايه، كل واحد فينا بطل جواه، فعلا بطل حقيقي يقدر يعمل، مش لازم يكون صاحب اعاقه. واتمنى يا رب تكون حلقه برنامجنا عجبتكم، واشوفكم الاسبوع الجاي.